فقرتنا سلمى هلا فقرة هي كتير مميزة، فكتير بنسمع عن أنواع الهندسات، لكن الهندسة الاجتماعية اللي رح نحكي عنها اليوم يمكن سلمى نوع جديد من الهندسات بنخترق فيه العقول والبشر. مفهوم كتير مهم ويمكن أول مرة نحكي عنه بصباحنا غير، ولكن هو كتير له أهمية. هي الظاهرة سلمى اللي عم نحكي عنها هي أساليب وفنون إذا بدنا نقول لاختراق إن كان الأجهزة الذكية مثل ما بنعرف أو حتى تسريب المعلومات أو اختراق حسابات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وغيرها. كيف فينا نحمي حالنا من الوقوع في الهندسة، في فخ الهندسة الاجتماعية؟ هذا الشيء أكيد رح يخبرنا عنه ضيفنا المهندس المعلوماتي محمد أبو سويد. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. خلينا نبلش بتعريف للمفهوم بحد نفسه، يعني الهندسة الاجتماعية قديش اليوم هذا المفهوم ممكن يكون غير مطروق على مسامع الناس وهو موجود بحياتنا بشكل، خلينا نقول من أول ما بلشت طبعا الانترنت. يعني هذا العلم موجود من قبل الانترنت وهو علم قديم جداً، هو بشكل عام فن استعمال الحنكة والحيل لأخذ المعلومات من الضحية بشكل مباشر أو غير مباشر دون إيهامه بأهميتها. تمام، يعني ممكن مثلا أنا أفتح معكم حديث أيا يكن، أخذ منكم معلومات بدون ما أشعركم أنه هذا الشيء مهم، ولكن هي المعلومات مستقبلا ممكن استعملها بأهداف خبيثة أو جيدة بناء على نوع العمل يلي أنا عم بشتغل عليه. الفكرة الثانية، بما أنه هو علم قديم يتم استعمال هذه المعلومات اللي تم جمعها بأهداف جيدة أو خبيثة، إضافة لشيء مهم جدا، هذا العلم قديم. بس عفوا صح على قلبك. خلينا نحكي طبعا. اليوم استاذ، يعني كثير من الاشخاص بنسبه كثير كبيره ان كان بشكل مباشر او غير مباشر مثل ما تفضلت وحكيت، تم اختراق حياتهم الخاصه، تم اختراق ممكن صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن يكون فيها كمان كثير من اسرار الاشخاص وكثير من الخصوصيه. فخبرنا هذا الشيء بالهندسه الاجتماعيه شو مفهومه؟ هذا المفهوم واسع جدا، ممكن استعماله بأساليب حميدة أو أساليب خبيثة ما حكينا. نعم، مثلا أحد التطبيقات اللي ممكن يتم تنفيذه بهذا المجال اختراق كلمات السر للحسابات الإلكترونية لمجموعة من التطبيقات. الشيء الثاني ممكن نسحب حتى سلمى خصوصية الأشخاص، محادثاتهم مع كثير من الناس، ويصير في عملية إذى حقيقية للأشخاص بهي ممكن الطريقة. ممكن تتم عملية انتحال الشخصية لشخص من الأشخاص. يعني نحن كثير شفنا بالفترات اللي مضت مجموعة من الأشخاص بيخبرونا أنه هذا الرابط يلي نزل على الصفحة الفلانية هذا الشخص لا يمثلوني. تمام. لأنه في كثير مثلا معلومات بتم انتقائها من مجموعة من صفحاتنا، وبيتم أحد الأشخاص اختلاق صفحة جديدة وبيستخدمها طيب. على أساس أنه هو هذا الشخص. طيب أنت قلت أنه نحن هي الهندسة الاجتماعية هي فن كتير قديم وأنه له علاقة بالحنكة وما إلى ذلك، وأنه كيف شخص ممكن يكون ماكر ويستخدم. هلأ صارت في عنا أساساً يعني من طريقة استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي نحن باللاشعور بنشارك كل تفاصيل حياتنا من خلال ستوري، من خلال البوست اللي بينزل على أي صفحة، من خلال أحياناً شو بتحب شو بتكره، شو مشاعرك بهذا المكان، وين زرت. فأنا عم أقدم لهم على طبق من تمام. ذهب هيك مثل ما بيقولوا، كل المعلومات الجاهزة لحتى هو يكون فكرة عن شخصيتي شو بحب وشو بكره. هون دور الهندسة الاجتماعية، أنا كيف بقدر تمام. أعرف أنا وين رايحة غلط وين رايحة صح. نحن بشكل عام مجتمع عفوي، يعني ممكن مثل ما تفضلتي أقدم مجموعة من المعلومات على طبق من ذهب للشخص الآخر. تمام، فأنا بدي أكون على دراية بالمعلومات اللي عم أقدمها للشخص الثاني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لحتى ما تكون هاي المعلومات يعني وبال علي مستقبلا. يعني مثلا في مجموعة من الشركات توظف مثلا موظفين للصيانة الدورية عندهم، فمثلا أنا ممكن اتصل بأحد الموظفين وقول له أنا موظف الصيانة من الشركة الفلانية، ممكن تعطيني حسابك أو كلمة السر لحتى أقوم بعملية الصيانة الدورية لهذا. ممكن سرقت كل شيء بقى. ممكن أنا أكون هذا الشخص موظف الصيانة، ممكن ما أكون أنا موظف الصيانة كمان، فبدي أكون على دراية بالشخص المقابل اللي أنا عم بتعامل معه.
تمام. هلا اذا بدنا نحكي نحن كيف فينا نحمي حالنا بتفاصيل اكثر، سواء من مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عملنا، اذا كنا نحن بنشتغل بمكان بيتطلب استخدام انترنت، واليوم كل مجالات العمل بتتطلب هذا الشيء. فمثل ما قالت سلمى قبل شوي، اليوم عم نقدم للعالم كلياتهم، لكل الناس المحيطين فينا، للغرباء حتى، ادق التفاصيل عن حياتنا. كيف فينا نحمي حالنا من خطر وفخ الهندسه الاجتماعيه؟ بدايه بدي اكون عم بعرف انا شو الموقع يلي عم بتعامل معه. يعني في كتير أوقات مثلاً نحن بنكون فاتحين صفحة حساب الفيسبوك مثلاً، بيطلع لنا رابط لقد تم اختيارك بكونك أحد الفائزين بمبلغ مالي فلاني مثلاً، هون كله بيفتح. تمام. فهذا الرابط هو رابط خبيث. تمام. فلما بتتم عملية الدخول لهذا الرابط، أنا ممكن عم يتم تحميل فيروس على جهاز الشخصي. هذا الفيروس ممكن يسحب المعلومات أو يمكن اختراق حسابي مستقبلاً. فبدي يكون أنا على دراية بالموقع اللي عم بشتغل معه. بفترة من فترات، كمان من شهر أو أكثر إذا بنتذكر، صار في عنا مشكلة بالواتساب وبالفيس وما إلى ذلك. فصارت مجموعة من الشركات تسوق إلى تطبيقات تانية، إنه حتى لو كان مفصول النت، حتى لو صار في عندي أيا تكون المشكلة، هذا التطبيق قابل للعمل أيا تكون الظروف. فكمان هذا نوع من الهندسة الاجتماعية، لأنه الشركات سوقت لمنتجاتها. ممكن كمان يكون هذا التطبيق يلي تم التسويق له استعمالات حميدة أو خبيثة كمان، فأنا بدي أكون عم بعرف شو الجهة يلي عم دخلها معلوماتي. ممكن كمان أنا ما بيهمني أعمل كلمة سر عملاقة مثلاً لحسابي، أنا بيهمني تكون كلمة سر قوية لا تقل مثلاً عن 8 أحرف، تحتوي على أحرف صغيرة وكبيرة، تحتوي على محارف كمان. ما أستعمل كلمة سر متكررة دائماً. يعني أنا ما إذا ساويت كلمة سر قوية مثلاً وإذا وحدت على كل حساباتي، أنا ما استفدت من هذا الشيء. تمام. الشيء الإضافي كمان، حاول أربطها أبعد الربط عن حياتي الشخصية. يعني ما أستعمل رقم موبايلي مثلاً، مواليدي، الأشياء اللي بحبها يلي بكرهها وما إلى ذلك. لأنه الهندسة الاجتماعية أول شيء بتفكر فيه كأفراد، أنت شو بتحبي، شو بتكرهي، شو انتماءاتك، شو الشغلات اللي بتفضليها واللي ما بتفضليها. يعني مثلاً اسمي محمد، ممكن الشخص اللي بده يفكر باختراق محمد يكتب مواليدي، كنيتي مثلاً، رقم الموبايل مثلاً. فهدول الاحتمالات، أولى الاحتمالات اللي تتبادر على الأذهان. نص الشعب حاطهم باسورد لكل شيء مشان ما ينساهن. تمام. يمكن أوقات كتير بتلعب دور قصة إنه شخص في تواريخ ما بينساها فبيحطها كلمة سر. طيب خلينا نحكي شوي كمان، نحن هلأ يعني من فترة مو كتير بعيدة تم إعلان إنه فيسبوك تغيرت اسم الشركة وصارت ميتا. تمام. ونحن داخلين على عصر جديد من التكنولوجيا. تمام. وبنعرف إيمت بيوصل لعنا، بس إلا ما نلتحق بهذا الركب قلنا إيه ونقلنا لا، لأنه هاي الخدمات المجانية تقدم. تماما. قلنا بالذات لحتى تنسحب الداتا من كل الناس بشكل عام. قد ايه رح يكون في خليني اقول ضروره لفهم الهندسه الاجتماعيه لما نصير بهي المرحله من مراحل الدخول والغوص بحياتنا الشخصيه، لدرجه انه انا ممكن اكون موجوده جنب فرح وانا اساسا ماني موجوده بهذا المكان كلياته، هو فقط استخدام تقنيه. التكنولوجيا بشكل عام اصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا العمليه والعلميه وحتى الشخصيه كمان. يعني في كثير جامعات أو مدارس أو معاهد تعليمية صارت تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي بنوع من أنواع التعليم. ممكن كمان بحياتنا العملية، مثلاً بعت لي واتساب بآخر المستجدات اللي صارت معك بالعمل مبارح. فالميتا هي حاولت تتوحد جميع هاي المنصات في مكان واحد. إضافة لشيء ثاني، أنا بدي أكون على دراية بالمكان اللي عم بتعامل معه، أعرف شو أكثر هاي المنصة اللي عم بشتغل معه، أعرف عنها أكثر مثل ما عم تعرف عني، مشان مستقبلاً ما تصير عندي أي مشكلة أثناء صحيح. العمل بيني وبينه. طيب رأيك الشخصي أستاذ اليوم قد إيه بتشوف نسبة الوعي خلينا نقول عند الناس حول موضوع التكنولوجيا والهندسة الاجتماعية، سواء يمكن بمفهوم العلمي اللي نحن عم نحكي عنه هندسة اجتماعية، أو بمفهوم الهاكرز اللي نحن كمان كتير حكينا عنه واختراق الخصوصية لجميع الأشخاص، صار في هذا الوعي بتشوف أستاذ؟ هلأ هذا الوعي موجود غالباً بين الشباب، ولكن ما فينا نعمم هذا الشيء، لأنه بنفس الوقت نحن مجتمع فتي، ولكن أغلب الأشخاص يلي موجودين بيناتنا ما عندهم هاي الخبرة. يعني مثلاً ممكن ينشأ حساب فيسبوك مثلاً بس ما عنده دراية بالخطوات اللي ينشأ حسابه، أو يكون مثلاً ما له حافظ كلمة السر. ففي حال مثلاً ضاع الحاسب مثلاً اللي عنده أو الموبايل،
ضاعت كل شيء معلومات معه، فهي كمان خطوة ممكن تأذينا شخصيا، ممكن كمان تأذينا عمليا، يعني ممكن تكون معلومات مسجلة بهذا المكان مهمة جدا غير قادر للوصول إليها مرة ثانية أنا، فبدي أكون على دراية بالخطوات اللي أنا عم بق فيها حسابي مشان ما أوقع بمشاكل مستقبلا. إضافة لشيء ثاني، الهندسة الاجتماعية ممكن مثل ما تفضلت وتستغل ضعف التقني للأشخاص الثانيين، يعني مثلا ممكن أنا أبعث لكم رسالة بمحتوى معين وهمكم أني أنا حدا من شركة معينة، ولكن هذا الشيء ممكن يكون مضمن بمعلومة خبيثة تأذي معلوماتكم أو أسحب منكم معلومات تكون عليكم وبال مستقبلا. نعم نعم. طيب قبل ما نختم حديثنا خلينا نحكي شوي اليوم عن بعض التفاصيل اللي لازم كل الناس اللي عم بتتابعنا تعرفها عن الهندسة الاجتماعية وبعض المحاذير هيك ولو سريعا. تمام. شو أهم الشغلات اللي أنا لازم ما أعملها؟ شو أهم الشغلات اللي لازم أكون على دراية فيها أثناء استخدامي؟ تمام. وسائل التواصل الاجتماعي. أثناء التواصل، أثناء التواصل وأثناء استخدام مواقع التواصل بشكل عام لازم أعرف شو الموقع اللي عم بشتغل على أساسه، هل هو واتساب، هل هو فيسبوك، هل هو إنستغرام. كل موقع من هدول المواقع له مجموعة من السياسات اللي بتتم التعامل من خلالها، والخطوة الأولى والأهم أنا أعرف شو هو الحساب اللي عم بشتغل عليه وشو كلمة السر، شو الخطوات في حال أنا فقدت كلمة السر لخطوات الاسترجاع لها. الخطوة الثانية كمان مثل ما حكينا بناء كلمة سر قوية تكون طويلة فيها محارف فيها أرقام إضافة لأحرف كبيرة وصغيرة واردة على الذهن وبنفس الوقت كمان ما بتنتسى. الشيء الثاني ما سجلها مثلا لكلمة السر بمكان سهل الوصول إليه، يعني أنا مثلا ممكن سجل أعمل كلمة سر صعبة جدا ولكن حطها على مكتبي، الشخص اللي بده يجي بعدي على المكتب شاف كلمة السر فأمنت له دخول مباشر للمواقع اللي عم بشتغل عليها. أكيد كل الشكر لك أستاذ على كل المعلومات اللي قدمت لنا. هو بتوقع يعني نوعا ما في هذا النوع من الوعي سلمى صار إن كان عند الشباب أو حتى الفئات العمرية اللي عم تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك. يعطيكم العافية وألف شكر. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمت لنا.